السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اضطرابات واحتجاجات بمدينة ستوكهولم مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع إي آرتون بشكل جزئي وأيضا جرح عدة أشخاص. بحسب الشرطة السويدية تم اعتقال أكثر من 100 شخص شاركوا بهذه الاحتجاجات. لكن شو قصة هذه الاحتجاجات؟ القصة ما فيها أنه كان في هناك فعاليات لمهرجان ثقافي تابع لأحد جمعيات الجالية الأريتيرية المقيمة بالسويد وبالتحديد بمنطقة ياربا شمال مدينة ستوكهولم. وبنفس الوقت كان هناك تجمع مضاد لفعاليات هذا المهرجان، وهذا التجمع بيتهم منظمي المهرجان انهم عم يروجوا للنظام الاريتيري الدكتاتوري. فتطور هذا الامر ما بين المظاهرتين او ما بين منظمي المهرجان وبين الاشخاص المحتجين الى عراك وشجار وضرب الحجاره ما بينهم، وايضا تطور الى اشتباكات مع الشرطه السويديه اللي مثل ما ذكرت ببدايه الخبر اعتقلت اكثر من 100 شخص، ولحد الان ما زالت الاضطرابات موجوده بالمنطقه والشرطه عم تحاول انها تضبط الوضع.